كنا نلعب احنا رفقاتي بالمخيم اسمه الطيارة. ركضنا وتخبينا بالخيمة. فقت شفت حالي بالمشفى. كانوا يعملوني تمارين لإجري. صار الدكتور يحرك لي إجري حتى يطيبه. كطفل مصاب إصابة حرب هاي قضية صعبة أنه يستوعبها الطفل. طبعا احنا بالإصابات هاي النخاع الشوكي هي ما هي إصابة سهلة، منخاف أنه الإصابة تسبب إعاقة. كانت الطفلة تيجي لعنا على القسم في عندها نوع من الخوف، بعدين بصراحة صار في نوع من الألفة بيننا وبينها. هذا الشيء عزز الإرادة عندها والدافع المعنوي بأنه هي لازم تمشي، هي لازم تتحسن. والحمد لله بعد ما شافت وضعها صار أحسن بلشت تتخطي توقف. أنا حسيت أنه انبثت الحياة فيها. صرت أمشي أروح ألعب يا جهال. تاني يوم رحت ألعب ويا رفقاتي. رحت وانبسطت على قلت أمشي. كل يوم الصبح أنا ورفقاتي نروح المدرسة. فعلا فرحنا لأنه انتقلت نقلة نوعية من شخص كان ممكن يكمل حياته معاق، خصوصا هو الطفل لسه بداية حياته، إلى شخص رجع لحياته الطبيعية. إحنا كأطباء يعني بنتمنى إنه ترجع الحياة لطبيعتها اللي كانت عليها. وكسمية هي واحد من المرضى اللي الحمد لله إنه إحنا قدرنا نكون سبب في شفائها، بس هي بنفس الوقت بتعيش بمخيم بوضع سيء شوية قاسي عليها.